هذا الحكم ديالو هو الاعدام امام الجمهور. وكنظن اي واحد مشى على المغرب راه غادي يقول هذا الراي هذا الساحه اكثر. كنعزي العائله ديال سميتو عدنان لان القلب ديالنا كاملين يعني مجروح على المغاربه كاملين. هذا الصدمه كبيره على المغاربه، على العواون، على النساء، على اي واحد اي واحد، على الامه ديالنا، على اي طريقه. يعني شنو دار له هذاك عدنان شمن البراءه ديالو مسكين. وهذا السيد هذا الشخص هذا ماشي غير هو سيخد العبره لشي واحد اخر. انا كنهضروا القلب ديالي مزعز لان حتى انا عندي يعني الاحساس، حتى انا عندي الاولاد ديالي. دابا الغد اليوم الغد يقدر يقتل شي واحد من العائله ديالي، ماشي غير هذا الشخص والسالة، يعني اي واحد غتقتل ولدك وولدي ولد اختي ولد عمتي اي طريقه يعني ما عندها شي معنى. يعني الطريقه هذه خايبه. هذا الحكم ديالو هو الاعدام امام الجمهور، لا غير المغاربه كاملين، والعبره شي واحد اخر. يعني ماشي على غير العائله ديالو، العائله ديالو عمر يعني الله يخوت فيه الحق، الله يصب العائله ديالو، الله يصب المغاربه ديالنا كامل. بالنسبه للراي ديالي انا هذا السيد هذا كيستاهل اكثر من الاعدام صراحه. هي هذه، اي واحد عنده ولد عزيز عليه، اي واحد بغيش يشوف داك الشيء هذاك، هذا هو الراي ديالي الشخصي زعما. وكنظن اي واحد مشى على المغرب راه غادي يقول هذا الراي هذا الساحه اكثر. خبر الوفاه ديالو اخي ديالي صدم زعما انك مغرب كامل، حتى شي واحد طفل صغير ما نقولوش هنا شي طفل كبير ولا المهم طفل صغير وتينا كتعرف اخي ديالي. صدمنا الحقيقه، صدمنا. واي حنا بيدنا عندنا وليداتنا، بيدنا عندنا اي واحد ماشي يشوف ديك الدائره هذيك ما يعجبوش. ومن ناحيه ديال الحكم اخي ديالي راه الاعدام وقليل عليه، الاعدام وقليل عليه بالنسبه علاش عندما التحكم شي بالاعدام عيبانو بزاف، حيت حنا عندنا هذا بنادم بحال هذا المرت هذا دال عنايه، بنادم كيمشي يلتجئ للاطفال كيغتصبوهم بزاف الحاجات. الاعدام وقليل عليه. ومن ناحيه ديال الحكم حنا ما نقدروش نحكموا، راه كاينين لنا السلطات، راه كاينين معنيين بالامر، هما اللي خصهم عارفين الحكم اللي يستاهل وعارفين اللي كل شيء. صديقي السلام عليكم. بالنسبه لهذيك الواقعه اللي وقعت في مدينه طنجه، حنا تاثرنا، الساكنه ديال مدينه طنجه كامله تاثرت بهذاك المشهد اللي شافت وهذاك الرعب اللي عاشت هذه شي يومين. المهم الاعدام راه العقوبه اللي يستحق هذاك المجرم الاعدام، ولكن للاسف حنا الاعدام ما عندناش في بلادنا. كنتمنوا من المؤسسات من وزاره الداخليه تشدد العقوبات، اقصى العقوبات على هذاك المجرم، لان هذا الشيء هذا راه بدا كيستفتح بزاف المجتمع ديالنا. واي واحد ما يبغيش لولادو ولا لولاد الناس يوقع لهم هذاك الشيء. حنا تاثرنا بزاف صراحه، ولا حول ولا قوه الا بالله وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.